سلام حبوبات، اتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نرحب بالمشتركات الجدد، نقول لهم اهلا وسهلا بكم معنا. بلا ما ننسى المشتركات اللي معايا من قبل، نقول لهم راكم منوريني حبوباتي. اليوم حبوباتي راح نشارك معكم طريقتي في تحضير الفلفل، يعني تغدروا هذا الطريقه هذه تدوها معكم الفلفل هذا بهذه الطريقه تدوه معكم للبحر، يعني تستعملوه يوميا يعني للساندويشات تاعكم، ولا يعني تقدر حتى تقدميه يعني مع الطماطم. وبزاف حنا نديروه يعني هكذا في المناسبات، يعني حتى في المناسبات تقدري ديريه بهذه الطريقه. يعني قبل ما نبداو الطريقه تاعي تاع الفلفل هذه، نتمنى منكم حبوباتي، عندي رجاء لكم انكم تعملوا لايك للفيديو باش يستفادوا اكثر عدد منه، يعني كل ما تعملوا لايك للفيديو راح يستفادوا ناس بزاف منه، وراني نستنى في تعليقاتكم وارائكم. نرجعوا للوصفه تاعنا، يعني الطريقه تاعنا تاع الفلفل هذه واش نحتاجوا. انا هنا عندي كميه من الفلفل، عندي الفلفل الحار هذا وعندي الفلفل الحلو. انا هنا يعني راح نديرو يعني حندير نضيفو شويه نديرو مع العشاء، يعني منش على هذه ما درتش كميه كبيره. نتوما يعني حبيتوا ديروا كميه كبيره وتحتفظوا بها، يعني ما تخبوه للعيد، يجي هاي يعني مع يعني من تحضيرات العيد، يعني تغدوا ديروه وتخليوه للعيد. راني يعني نشارك معكم مره اخرى في طريقتي باش نحضروا للعيد. كما قلت لكم هنا عندي فلفل حلو وعندي فلفل حار، انا خذيت هذه الكميه برك. وعندي هنا زوج سنات تاع ثوم، انا خذيت هذو زوج سنات كبار تاع ثوم، هنا ثوم على حسب الكميه تاع الفلفل تاعكم. انا هنا راني خذيت غير زوج باسكو السنات تاعي كبار. هنا راني هذو الزوج راني قشرتهم، نحيت لهم الزريعه كما راكم تلاحظوا. انا نحسب مره اللي كنت نصور هو ما كانش يصور لي، وليت حبست وعاودت من دار جديد. هادو زوج انا كنت ندير نوصي فيهم ونحسب وراه يصور وما كانش يصور لي الهاتف، هادو زوج هاني درتهم. نكمل معكم درك، يعني نحي القطمور هذا مع الزريعه، حاولي انك تنحي زريعه كامل تاع الفلفل. نزيد ندير معاكم هذا القر الحلو، ثاني نحيلو الزريعة تاعو كيما راكم تلاحظوا. انا نكمل الفلفل تاعي بهذه الطريقه، كامل نحيلو القطمور تاعو ونقشر حبات السنه تاع الثوم ونرجع لكم. هنا بعد ما كملت نحيت الزريعه تاعي كامل الفلفل، قطعت عفوا قشرت السنه تاع الثوم تاعي وغسلتهم كما راكم تلاحظوا. هنا الفلفل تاعي راني كنت قبل ما نحيلو الزريعه كنت غسلته ومسحته، يعني كنت غسلته ونشفته مليح. ودوك راني نحيت له الزريعه، راني درت الزيت يسخن في المقله، لازم الزيت تاعي يسخن مليح باش نلوح فيه الكرون تاعي تاع الفلفل يتقليو، ومن بعد نرجع نكمل معكم الطريقه. هنا حبوباتي لكم الاختيار، تحبوا ديروا فلفل حار طول وحده، تحبوا ديروا فلفل حلو وحده طول، تحبوا ديروا يعني تحبوا ديروا ميرونج كما انا، يعني فلفل حار وفلفل حلو. انا يعني فلفل حلو للولاد باسكو ما يقدرش ياكلوا الحار، واش نقول لكم حار يعني حار صح بمعنى الكلمه، يدي راهم يحرقوا فيا منه. وهذا لينا درتو حار، يعني هنا نتوما واش تحبوا، اللي يحبوا ياكلوا الحار يعني يقدروا يكتفوا يديروا غير الحار، اللي يحبوا يعني يحبوش الحراره يعني يقدروا يديروه فلفل حلو، يعني خاصه اللي تحب تروحوا للبحر يعني تقدروا تدوه معكم للبحر، يجي ذوق تاعو رائع. انا درك نروح نقلي الفلفل تاعي ونرجع لكم. هنا راني بعد ما كملت تقليت الفلفل تاعي كامل، هاو مازالو سخون، يعني هنا تقدري تقشريه وهو سخون باسكو تسهل عليك المهمة تاع التقشير تاعو كيما راكم تلاحظو. ها هاني نقشر فيه، ها كيما راكم تلاحظو القشرة تاعو ثمثم طيب عليها ثمثم طير عفوا. كي قلتلكم يعني خلو الزيت تاعكم يسخن شوية باش تحطو الفلفل تاعكم باش ثمثم تسهل عليكم المهمة تاع التقشير تاعو. أنا دوكا نخليه شوية برك ونقشرو ونعاود نرجع نكمل معاك. هنا هاوليكم الفلفل تاعي بعد ما كنت قشرته
وهادو السنة تاعتهم اللي شتوني قبيل كيما كنت قشرتهم، هنا راني راح نقطعهم. والفلفل تاعي كيما راكم تلاحظوا هنا اخي كبير، قلت لكم لازم قبل ما تقليوه تنحلوا الزريعه. هنا انا راح نقطعو طوليا كيما راكم تلاحظوا شرائح، انا كيما نقطع الفلفل تاعي كامل. ها ها كيفاش صار الشكل تاعو، نكمل نقطع الفلفل تاعي كامل ونرجع لكم. هنا هاوليكم بعد ما قطعت الفلفل تاعي كامل وضفت له هذاك الزوز تاع الثوم اللي كنت قطعتهم كما شفتوني، هنا نضيف له رشه من الملح، يعني الملح على حساب الكميه تاع الفلفل تاعكم وعلى حساب الذوق تاعكم نتوما. ومن بعد نضيف له الخل، هنا الخل انا راح ندير كميه من الخل. هاوليكم درت له الخل، انا هنا يعني كما قلت لكم انا حنديرو نحطو طلبك في العشاء. انتما اذا كنتو عندنا حابين تخبيوه يعني تحتفظوا فيه في الثلاجه، ديروه في يعني خلطوه في اناء يكون واسع، ديروا له الملح والثوم والخل وخلطوه جيدا كما قلت لكم، وخلطوه جيدا يعني مع هذاك الخل، خلطوا كلش مع بعض. انا هنا يعني نتأسف منكم حبوباتي بس راني نخدم بيد ونصور بيد، الهاتف كيما درتو محبش يحبس لي يعني تجور يطيح لي في الارض. ها كيما راكم تلاحظوا انا كيما قلت لكم هنا انا حنديرو للعشاء، يعني دوك نخليه كيما راه نغطيه برك حتى الوقت العشاء ونقدمو في الفرن. دوك نوريكم شكلو النهائي في صحن التقديم، وانتوما اذا كنتو حابين يعني تحتفظوا بيه ديروه في بورت مونجي تكون نظيفه يعني معقمه هذيك بورت مونجي تاعكم، وفرغوا فيها الفلفل تاعكم هذا مع الملح والثوم يعني تكون خلطتوه في اناء واسع، وبعد تفرغوه وتكبوا عليه الخل، غطيوه يعني بالخل وديروه في الثلاجه يعني مش راح يبزد لكم. ومن تحبوا تاكلوا تجبدوا تاكلوا منه، انا يعني هنا ما درتش كميه كبيره، ما كانت تجون ندير كميه كبيره ونخبيها ونجبد منها. دوك خلاصت لي، كي جيت نعاود نديرو طلبوه مني افراد عائلة تاعي باش نديرو، قلت علاه ما نشاركش الطريقه مع حبوباتي بالك يستفادوا منها، يعني خاصه كي تعودوا رايحين للبحر. انا بزاف كي نعود رايحه للبحر تجور نديرو لهم، يعني كما قلت لكم انا هنا دوك نغطيه ونخليه حتى بعدا نوريكم في صحن التقديم. هاوليكم انا شكل الفلفل تاعي شكله نهائي، انا هنا قدمته في صحن ودرت ورقه تاع معدنوس يعني تزيين خفيف وحبه زيتون، هنا تزيين اختياري، تحبوا تضيفوا له هذو تحبوا تخليه وحده، تحبوا تضيفوا له حبه زيتون ورقه تاع معدنوس ولا ورقه تاع دبشه، يعني تزيين اختياري برك كما بغيتوا حبوباتي. كان هذا هو الفيديو تاعي تاع اليوم، ان شاء الله ينال اعجابكم ونكون فتكم ولو بقليل. شكرا لكم على المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.